يكون عندي بلوك. خلي دي بس. خلاص؟ بالانسبكشن بركز على ايه؟ ابص على ايه؟ متوقع تشوف في ايه؟ عندي 5 الوان تقريبا بركز عليهم. دول بيدوني انديكيشن اذا كان في بلوك ديزيز ولا لا. خلاص؟ نمره 1 البالور، يعني ايه بالور؟ شاح، لونه شاح. الشحوب ده تشوفه فين؟ تشوفه مش هتدور عليه. يعني انت هو دخل عليك كده تقول الولد ده شاحب او العيان ده شاحب. بتشوف الشحوب ده فين؟ في وشه. ادي نمره 1، اشوف الشحوب في وشه يبقى ده البالور. ادور عليه فين بقى؟ دي قصه ثانيه. ماشي الحال؟ ادي نمره 1. نمره 2، ايه اللي اشوف وشه ثاني؟ ممكن يكون مثلا عنده بلوثيرك فيس، ده وشه احمر كده واخد بالك؟ ممكن يكون نورمال، ممكن يكون اب نورمال. لكن ايه احنا هو ده جاي لي علشان عنده بلاد ديزيز. يبقى انا في الايه بعتبرها ان هو اب نورمال لحد لما يثبت العكس. خلاص؟ الاقي وشه احمر كده، ده لا ممكن يكون بوليس سيمي فيرا زي ما انتم عارفين. ماشي الحال؟ ممكن يكون عنده جوندس. قال لك طب الجوندس هتبان على طول؟ اه تبان فين؟ في عينيه. خلاص؟ الكونجنكتيفا بتاعت العيان بتبقى لونها ابيض، بتاعت السليب بيبقى لونها ابيض، ليها بيبقى لونها اصفر. انا لسه ما حطيتش ايدي على العيان خالص. مش كده؟ ما حطيتش ايدي على العيان خالص. طيب ممكن يكون عنده ساينوزس، يعني عنده زرقان. السبكتينيس ممكن نقول عليه ايكايموتيك باتشز. خلاص؟ ايكايموتيك باتشز. تلاقي في حتت ايه؟ حتة يعني الجلد عادي وتلاقي في حتت حمراء تحت الجلد كده. قد تكون صغيره قوي هي البيبرا، او قد تكون ايه؟ حاجه ثانيه خالص. قطع كبيره كده. بتبان اه ممكن تكون في وشه، ممكن تكون في ايديه، ممكن تكون ممكن اعمل لها اندكشن، يعني ممكن تكون هي نورمال كده، يعني هو جاي لي وهو كده، وممكن انا اعمل لها ايه؟ اعمل لها اندكشن. خلاص؟ يبقى اذا هو من اول نظره انا بشوف ايه؟ الخمس حاجات دول، يا اما الساينوزس، يا اما البالور، يا اما الجوندس، يا اما البلينستريك فيس، يا اما الايكوماتيك باتشز. خلاص؟ ديت جاست باي انسبكشن. ماشي الحال؟ ابتدي اعمل بقى ايه؟ كونفرميشن انا شفت حاجه، لان هو جاي لي ببلاد ديزيز. مش كده؟ هو جاي لي ببلاد ديزيز، انا شفت حاجه ابتدي ادور عليها. ابتدي ادور عليها من بدايه من الحاجات الاكسبوز، ابتدي ادور عليها من الاطراف. ابتدي ابص في ايده. ابص في ايده كده في ضوافره. لو لقيتها زرقاء المفروض ان ضوافره تبقى ايه؟ لونها فايولت كده. خلاص؟ لونها كده محمر شويه كده بنفسجي كده. ده الطبيعي. خلاص؟ لكن لو لقيتها زرقاء ساينوتيك يبقى ده ساينوس. وفي مشكله في البلاد ايه؟ بلاد سبلاي. خلاص؟ لو لقيت بالور يبقى ممكن يكون انيمي، ممكن يكون مشكله في البلاد سبلاي. انا لسه ما بسالش العيان عن حاجه، انا الاسئله والكلام ده كلام نظري، انا مش هسال، مش هقول له مثلا بيحصل لك خذلان وتنميل ومش عارف ايه راينوس فينومينا والقصه، لا، انا ببص بعمل اكزامينيشن للعيان. خلاص؟ اه ممكن ابص كده، ممكن الاقي شكل الضفر نفسه متغير، بدل ما هو كونفكس لفوق الاقيه فلات او كونكيف. بالانسبكشن من غير ما اسال العيان خالص، ده بتاعني؟ اه ده بتاعني ان عنده ايه؟ عنده بلاد ديزيز. بس ده غالبا يكون كرونيك. خلاص؟ يكون كرونيك لفترات طويله قوي. ده جاست من ايه؟ من ايديه. خلاص؟ ده من الايه؟ من الهاند. من الهاند نفسها. لو قلبت البالم اوف ذا هاند وكان عنده ساينوزس هتلاقي ديزال. لو كان عنده ساينوزس هتلاقي ديزال. او ما ابتدي اشوف الساينوزس في مكان تاني اكثر وضوحا. ايه هو؟ هو السؤال هيبقى كده. هتقول له ان انا هشوف الساينوزس في الايه؟ في النيل بيدز. يقول لك وفين تاني؟ تقول له اقلب البالم اوف ذا هاند. يقول لك وفين تاني؟ تقول له في اللبس او اندر ذا تانج. يبقى ده 4 اماكن اشوف فيهم السينوس. مشهورين ومعروفين وسهلين. خلاص؟ اشوفهم في النيل بيتس واقلب ايده في البالم اوف ذا هاند واروح شايف فين؟ في اللبس واشوف اندر ذا تانج. هتشوف سينوسس يعني زرقان. سينوسس يعني لونها ايه؟ لونها ازرق. حلو قوي، ممتاز. ممتاز ان احنا في المرحله دي كده ونعرف ان السينوسس في الاربع اماكن دول. عمليه بسيطه جدا وسهله. خلاص؟ طيب ده بالنسبه لس البالور قلنا هلاقي ايه؟ هو وشه شاحب، وشه من فوق شاحب. الجوندس هشوفها فين؟ السكليرا. هشوفها في السكليرا. خلاص؟ في الكونجنكتايفا. ليه؟ سوري، في السكليرا على اساس ان هي لونها ابيض تحول الى لون الايه؟ اصفر. الى لون اصفر. هتعني ايه الجوندس؟ برضو يعني قد يكون تجاوز من الممتحن، لكن هو مش هيحصل ان هو يعمل معاك كده على اساس ان الوقت لا يسمح. الاسامي الجديده هتطلعوا على الايه؟ في اللوحه الجديده انا شايف. هو الراجل بتاع حضرتك استمر على الجو. او التحضير حاطط لك جديده. شكرا. السلام عليكم. خلاص يعني دخلت هيموريتك انيميا. يعني ممكن اسالك يقول لك اللي ممكن يعمل جندس لواحد زي ده مثلا. اه اه
احنا بنمتحن على ايه يا احمد؟ ما انت كده تفتح على انت لازم تبقى ذكي في الاجابه والتعامل مع الممتحن. انت لما تقول له ليفر سيل فيلير دخلت نفسك في جي اي تي بقى قصه ثانيه خالص. احنا بنمتحن بلاد ديزيز، لا تقول لهم بيت الانيميا ماشي الحال؟ هم قلت الانيميا تعمل الحركه دي خلاص. انا مش عايز اعرف اسمع منك اكتر من الكلمه دي عشان ما تدخلش نفسك في الكلام. تمام؟ طيب يبقى قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ ادي الهام. نيجي للفور ارم. الفور ارم في تيست مهم قوي اللي هو اسمه ايه؟ الهيس تيست. الهيس تيست ده عباره عن ايه يا احمد؟ ارفع البريشر ايه؟ بيرس ستورد ايه؟ ونفس ده 5 5 دقايق 5 دقايق برفع البلد بريشر فوق التستول نظام الخمسات واسيبه 5 دقايق في حته يبقى علامه لمده 5 سم. لو لقيت اكتر من 5 يبقى عنده ايه؟ فرجيلتي في البلد، ايه في البلد فيزن، البلد فيزن بتاعته تعبان. سهله ولا مش سهله؟ هو ده التست الوحيد اللي بيتعمل في ايه؟ بلاد ديزيز. بعد كده بقى كلها اكزامينشن للليمف نودز. لو واحد عنده بلاد ديزيز خلاص زي هوجكن مثلا، ما ده هو من ضمن الايه؟ من ضمن بلاد ديزيز خلاص. هتلاقي عنده ايه؟ الليمف نودز انلارجد. بدور فين على الليمف نودز؟ في عند الابتروكلر ليمف نودز. اعملها ازاي؟ اعملها ازاي يا حضرتك؟ الابتروكلر ليمف نودز كوبينج. ها اعملها ادي الرايت، ادي الرايت هاند اهي، بروح جايب الرايت هاند بتاعتي وحاطط القلب البالم اوف ذا هاند كده عند القلب، هو اطلع فوق شويه خلاص، وهو تاني شويه كده خلاص فلاكس خالص، وبالصمت ده اهو فوق الايه؟ فوق الحته دي كده بحط ايدي كده. لو لقيت لينف نود بقى الابتروكلر لينف خلاص. ادي نمره واحد. نمره اثنين الايه؟ الاوكسيلري لينف نود. عندنا كام جروب في الاوكسيلري لينف نود؟ ها 5. بعملها ازاي دي بقى؟ بحط ايدي العيان ايده على ايدي ريلاكس خالص او على كتفي زي ما انا عايز خلاص. ما عندنا فيه الابيكال والانتيريور والبوستيريور واللاترال والميدي، شوف الخمس مجموعات. ما اشيلش ايدي من على من من المكان الاكزل، انا بروح داخل الايبيكال ها ادي افيش واروح نازل بايدي كده كده اهو، وممكن بالتيب اوف ذا فينجر اروح داخل جايب البوستيريور او اجيبها من ورا هنشوف ازاي دلوقتي، واروح جاي على الانطيري ومسكها كده من البكتوراليز ميجر ومن غير ما اشيل ايدي، واروح جايب البالم اوف ذا هاند برضه ماشي على الايه؟ على اللاترال بروكس، وهم في وان سيتنج ما بشيلش ايدي خالص. بروح داخل في الايبكس واروح نازل على التشيست وول واروح طالع بالتب على البوستيريور واروح جاي ماسك الانتيريور واروح طالع على الايه؟ على اللاترال. ادي الخمس مجموعات. ممكن اجيب البوستيريور بقى واروح عامل ايده كده عشان يحصل فيه ريلاكسيشن في المصل، واجيب البوستيريور كده. طبعا هو مش محتاج منك القصه دي، هو محتاج منك ازاي؟ هاو تو اكزامن بس، لان هاو تو اكزامن الليف نود دي قصه ايه؟ ده لا سيتنج ولا حاجه، لا ستيشنز ولا حاجه خلاص. يبقى اذا العيان بتاع بلاد ديزيز اهم حاجه اللون، اهم حاجه الايه؟ الكلر. وبعدين اكزامينشن اوف دي الكومن ليمف نودز، الكومن ليمف نود دول كومن ليمف نود. وبعدين ممكن اشوف السبمنت، ممكن اشوف السبمنديبولر، ممكن اشوف البري لوكر، ممكن اشوف الانجوينال ده لو انا شاكك في ايه حاجه تقف ماشي الحال. والهيستس مفيش شك قادر ايه؟ قادر الاستيشن بتاع البلاد ديزيز. الكلام النظري بقى انت مش يعني ما فيش، هم كل القصه 4 دقائق. غالبا السؤال هيكون الالوان والهيستس، لان الليمف نود اكزامينشن ده له ستيشنز لوحدها. هو مش هقول لك اعمل لي اكزامينشن للزيلر الليمف نود، مش هقول لك اعمل لي اكزامينشن، لكن دي لها ستيشنز لوحدها. لكن غالبا هيقول لك اسالك عن علاقه الالوان بالبلاد ديزيز ها، وتعمل هيستس ازاي. هم دول الايه؟ السؤالين المشهورين جدا بتوع ايه؟ بتوع الستيشنز بتاع البلاد ديزيز. السينوزس مع البولي سايسيميا فيرا، انت ايه رايك؟ ها؟ ده البولي سايسيميا روبرا او روبرا فيرا اللي هي ايه؟ اللي يصير زايد. ما هو لو زايد يبقى عنده ايه؟ البروسيريك فيس خلاص، لا وشه احمر خلاص. ده ما عندوش سينوزس، ده الريد بلاد سيلز عاليه قوي، ريد بلاد سيلز. لكن في بعض انواع من الهارت ديزيزز زي سينوتيك هارت ديزيز، وفي نوع من انواع البوليساسيميا نوع خاص ده كونجينيتال تايبس، هناخده بالتفصيل ان شاء الله يعني السنه دي ولا السنه اللي جايه؟
السنه دي ان شاء الله هتاخده بالتفصيل. النوعيه دي بيبقى فيها اسوشيتد ويز ساينوزس في ظروف معينه، ما يبقاش البوليساسيميا بس، بيبقى معاها حاجات ثانيه. تلاقي العيان بيزرق وهو عنده بوليساسيميا، المفروض يكون عنده انفولتيرد فيس، لكن امتى يزرق دي قصه ثانيه. ايه ثاني؟ يبقى الالوان خمس الوان بدور عليهم، اشوفهم فين اماكنهم معروفه. خمس الوان ادور عليهم اللي هي بالور، الساينوزس، البوليسوريك فيس، والهيكاموتيك باشز، والايه؟ والجونس. خلاص؟ اكون عارف انك هتدور. هو ده السؤال. يبقى كده انت هتشوف ايه؟ هتشوف الالوان دي هتشوفها فين؟ كل واحد الكومن سايت بتاعه، كل واحد الكومن سايت بتاعه. الساينوزس اشوفها فين؟ في الليب اوف ذا تانج، في اللبس والايه؟ واندر ذا تانج. ممكن اشوفها هنا وممكن اشوفها في البلد بتاعي. حلو قوي. الجوندس اشوفها فين؟ في السكلير. خلاص؟ الكاموتيك باشز اشوفها اي ايه؟ اي حته اكسبوز، اي حته. خلاص؟ ممكن احنا لسه ما قربناش على العيان، انا ممكن اعمل اندكشن للكاموتيك باشز. اي حته معرضه، هو قصده حته معرضه للايه؟ للتروما يعني. خلاص؟ خلص يا باشا بسرعه عشان انا في يوم انا خلصت يا باشا. خلاص خلاص. وادي ايه؟ ادي الخمس التستات اللي بنعملهم زي ما انا قلت، اللي هو الهيستس، وعرفنا بنعمله ازاي، والاكزامينشن اوف ايه؟ اوف ذا ليمف نود برضه ان جنرال، لانك انت هتاخد الاكزامينشن اوف ذا ليمف نود. ماشي الحال يا شباب؟ يلا اعمل حاجه تعالى اتفضل. ما شاء الله. يلا اي سؤال يا شباب؟ شكرا دكتور. بالنسبه للبلد خلاص يا ولد؟ اهم حاجه في ايه؟ الهيستس البالور، الخمس الوان اللي احنا قلنا عليه، وكمان جوندس. احنا قلنا البالور والجوندس والساينوزس والكوموديك باتشز واللي هي الساينوزس. كان خمس كده ايه؟ البوليسيريك فيس. خلاص. والليمف نود، انت حاطط الليمف نود. الليمف نود ممكن تسال اللي هم في كومن ليمف نودز، لازم يديكوا الاحتمالات بتاعت الاسئله بس. ممكن في نفس البلد يقول لك اعمل الليمف نود، اي ليمف نود واحده بس. في فولنتير يعني. نعم؟ في فولنتير. في اي حاجه في التشيك ليست عندكم مش فاهمينها نقولها لكم تاني؟ بلاد ديزيز. في البلاد ديزيز تاخدها واحده واحده كده. البلاد ديزيز في اي مشكله؟ لا. طيب هناخد بقى بتاعت تشمل الاندوكراين مع الديابيتس الاثنين مع بعض. ممكن تسال اساسا في الديابيتس بس ايه؟ ممكن يعالج على الاندوكراين في بعض الحاجات. الاكزامينشن مباركات هنشوف الصور دلوقتي الاول. اختار امتحان 15 6 الصور مع التشيك ليست. نعم. الصور مع بلندر. قال لك انا اللي بحسب ايه بالظبط عشان ما تبقى الصورة الحالية. بالرسالة كنتوا ايه خدتوا النهارده تو ستيشن؟ كملهم ان شاء الله كلهم على نهاية الاسبوع. كلكم خلصان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للديابيتس يا اولاد طبعا يعتبر جنرال اكزامينشن. جنرال اكزامينشن ممكن نسالك على اي حاجه. هنقول لكم الحاجات اللي هي المعرضه دايما للاسئله وتابع للتشيك ليست بقى. يعني اول حاجه بيبدا بصوره. الصوره اللي قدامك ديت هي صوره ايه؟ اكروميجالي. اكروميجالي. ايه علاقه الاكروميجالي بالديابيتس؟ ايه العلاقه يا شباب؟ المريض اللي عنده اكروميجالي معرض يجي له ديابيتس. ده اسمه سكندري ديابيتس. صح ولا صح؟ السؤال بقى اللي بعد كده، طب لماذا اللي عنده اكروميجال يجي له دايابيتس؟ جروث هرمون بيعمل ايه؟ خلاص عرفت السؤال بيجي ازاي؟ يبقى الشكل انا سال كده سؤالين، سؤال اندوكراين وسؤال دايابيتس. ايه السؤال الاندوكراين؟ الصوره اهي اكروميجال. ايه سبب زياده الاكروميجال؟ زياده الجروث هرمون، مش كده ولا ايه؟ طب في نفس الوقت لها علاقه بالدايابيتس. فتعتبر يا اولاد الاستيشن ديت زي الاستيشن بتاعت البلاد ديسيز، تعتبر اغلبها نظري. اغلبها تقرا نظره بس، تجهز نفسك على الحاجات الاسئله اللي موجوده في التشيك ليست. يبقى ده الاكروميد. وانت لو بصيت في التشيك ليست بتاعت الدايابيتس هتلاقي السؤال ده موجود، صح؟ دي اول صوره. هتبصوا كده في التشيك ليست بتاعت الدايابيتس هتلاقي يقول لك فيها اكروميجا، فعشان كده الصوره موجوده. واضح يا اولاد دي؟ طيب بصوا للصوره الثانيه، نفس الكلام نفس الكلام، ما فيش فيها حاجه اكتر من كده. ممكن يسالك سؤال ثاني يقول لك كل امراض ثانيه ممكن تعمل دايابيتس. حاجات ثانيه ممكن تعمل دايابيتس. زي ايه يا اولاد؟ كوشنج. الكوشنج صح؟ صح. الكوشنج ممكن. طب ليه الكوشنج بيعمل دايابيتس؟ عشان زياده الكورتيزون.
زياده الكورتيزون، زياده الكورتيزون بيعمل ايه؟ ريزيستنس. هو ده من اعداء الانسولين. ايوه بيعمل ايه؟ ريزيستنس، وبيعمل جلوكونيوجينيز. صح؟ الكورتيزون بيعمل ايه؟ حاجتين، بيعمل ريزيست، بيرفع السكر بطريقتين. الطريقه الاولى بيعمل ريزيستنس، انه بيعمل ريزيست. ليه بيعمل ريزيستنس؟ لانه بيعمل هايبوكاليميا. اغلب الادويه اللي بتعمل هايبوكاليميا بتعمل ريزيستنس. اديني مثال كده، الدايوريتكس. صح ولا مش صح؟ الدايوريتكس سواء الزياسايد او الفريزومايد، تسمع عنها ولا ما تسمعوش؟ بتعمل ايه؟ هايبوكاليميا، بتعمل لوس او ديكريز في الليفل اوف بوتاسيوم في البلاد. فالادويه اللي بتعمل هايبوكاليميا معرضه تعمل ريزيستنس. ما تعمل ريزيستنس تعمل ايه يا اولاد؟ تعمل دايابيتس. وفي نفس الوقت نقص البوتاسيوم في الدم بيقلل الانسولين ريليز، وانتم عارفينها دي برضه. صح ولا مش صح؟ هو الانسولين بيطلع زي من البيتا زيت، يدخل نتيجه ايه؟ يسكر تسكير البوتاسيوم شانل، يفتح الكالسيوم. صح ولا مش صح؟ طيب لما تكون بقى البوتاسيوم قليل في الدم، ايه اللي بيحصل؟ البوتاسيوم مش شانل بتفتح عشان اتعوض البوتاسيوم اللي في الدم. فالبوتاسيوم اللي جوه الخلايا بيقل، ما يحصلش ديبولاريزيشن. طالما ما حصلش ديبولاريزيشن ما يحصلش دخول للكالسيوم في الكالسيوم شانل اللي هي بتخش عشان تعمل ايه؟ تخلي الفيزيكال تفتح. ايوه واضح يا اولاد؟ عرفت العلاقه بين البوتاسيوم وبين الانسولين ريليز وبين الريزيستنس. برضه الريسبتور لما يكون في هايبوكاليميا بيحصل ريزيستنس. يبقى نقص البوتاسيوم في الدم بيعمل عاملين، نمره واحد يقلل الريليز اوف انسولين، نمره اثنين يزود الايه؟ يزود الريليز. طب مين الادويه اللي بتقلل البوتاسيوم في الدم؟ تو ميجر جروبس، نمره واحد كورتيكوستيرويد، نمره اثنين الايه؟ الدايوريتك. الدايوريتك هو ده الميكانيزم بتاعها الوحيد للهايبوكاليميا. اما بالنسبه للكورتيكوسترود فله كمان ميكانيزم. ايه هو الميكانيزم؟ بيرفع السكر عن طريق الجلوكو نيوجينيز، هي تحويل الجلوكوز، تصنيع الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدرات. سهله يا شباب؟ طيب لما تيجوا كفه الاحتمالات، اي حد يسالها لكم يعني، سواء من المستشفى طبعا. دي حاله ايه؟ كشف. ممكن نتسال هنا، ايه اللي انت شايفه؟ ديسكرايب الصوره اللي قدامك. ايه تفسير المونفيس؟ الفاتر ديستريبيوشن. ليه بيحصل فيه فاتر ديستريبيوشن؟ انا بتكلم معاك الجانب بتاعك. هو ايه اللي بيحصل في مريض الكوشنج يا اولاد؟ زياده الكورتيزون. الكورتيزون بيعمل ايه؟ بيعمل لايبولايسيس. بيعمل لايبولايسيس، تكسير الايه؟ الليبز، تحريك الليبز. طيب امال ايه اللايبولايسيس دي جت ازاي؟ ايوه. طب ليه الانسولين طلع مع مريض الكوشنج؟ ليه زاد؟ لانه زياده، لا عنده زياده في السكر. مش الكورتيزون عمل الجلوكونيوجينيز، مش لسه قايلين دلوقتي فرفع السكر. مين اللي هيطلع؟ طب المريض ما عندوش سكر ولا حاجه، فعنده قدره يطلع انسولين. اما طلع الانسولين عمل ايه يا شباب؟ لايبونيوجينيز. عمل لايبوجينيز. اللايبوجينيز هنا محدود، الكورتيزون شغال بريفرال، يبقى الانسولين شغال ايه؟ سنترال. ده المريض في فات في وشه المنفذ، وفي في الترانك ده، في التفه بتين الايه؟ الترانك الاوبيزيتي اللي انت بتشوفها دي، وبرده تراكم الدهون في الحته دي. فالاوبيزيتي اللي في مريض على الكوشن كلها سنتر، صح؟ في الفيس وفي النك وفي ايه؟ في القلب. صح ولا مش صح يا شباب؟ شكل. لكن اللي تلاقي الاطراف بتاعته ايه؟ سن. ليه؟ لان حصل فيها ايه؟ حاجتين، لايبولايسيس وبريك داون اوف بروتين. يبقى سواء البروتينات والدهون حصل فيها ضعف، حصل فيها بريك داون. طيب خدنا البروتينات ما بتتصنعش تاني، بيحصل فيها لوس، عشان كده المريض بيفقد العضلات بتاعته. ولكن الدهون في انسولين، الانسولين بيعمل ايه يا اولاد؟ اعاده ترسيبها، اعاده تصنيع، انه لايبوجينيسيس. صح ولا مش صح؟ تترسب فين؟ في السنترا، في الوش للديمورفيس، في الرقبه دي بافل هام، وبعدين في الباك برضه شويه، وبعدين في الاب. طيب خلاص، هذا الاسئله اللي ممكن تسال فيها. اهو نفس الكلام، نفس السؤال. طب هنا ايه ديت بقى؟ ايه تفسير الاسترايا في البروتين؟ عشان اتروفي، صح؟ عشان بريك داون البروتين. طب ايه ليش معنى لونها كده بيكون بينك كده؟ ليه يا اولاد لونها بيكون بينك؟ عشان البلاد فيسل. صح. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ حصل في اتروفي السكين. السكين ضعف. ليه ضعف؟ لانه عندي بروتين بريك داون، عند الكولاجين تيشو والحاجات دي كلها حصل فيها بريك داون، حصل فيها ضمور، حصل فيها تكسير. فاصبحت السكين كانه بنسميها عندنا ايه في مصر زي ورقه السجاره، ورقه رقيق جدا، تبقى سن، فكانك حاطط مرايه. اما حصل فيه تقطع في سبكوتينيس تيشو، اصبحت فيها متقطع لانها فيها اتروفي، واصبحت انت حاطط مرايه على الحاجات الخطوط الحمراء اللي هي الايه؟ تعتبر البلاد فيسز. عرفتوا بقى الخطوط دي؟ لان في خطوط ثانيه مع الحوامل وضع ثاني مختلف، الصوره مش كده، الصوره ليست بينك. واضح يا اولاد؟ لان دوكها الانسجه سليمه، فالتهتم نتيجه للبريشر، سيده حامل فعندها زياده
في الكونتنت بتاع الابدومن، فحصل فيه كنت بتمزق حاجه بالعافيه بس سليمه، لا ممكن تلاقي الخطوط بيضاء ليست بينك. لكن البينك معناها ان الطبقه المغطيه السابقه دي مش حصل في قطر، لكن هناك لا يحدث. عرفت الفرق بين النوعين؟ لا. فانت لما تلاقي خطوط في البطن عندي نوعين، في نوع بينك وفي نوع ايه؟ نوع وايت اسمها البا، دي كده حاجه ثانيه اسمها البا، لما هنا ما اسمهاش البا اسمها بينك ستار. واضح يا شباب؟ نيجي خلاص دي الويست انتوا شايفينها ديت الصوره ديت ايه؟ بروديشن برونز ديابيتس. دي برونز لون المريضه شفت عامل ازاي؟ مش واضح شويه معلش. ايه برونز ديابيتس عباره عن ايه؟ بوزيشن 5 دي بوزيشن. انتوا خدتوها كل حاجه خدتوها، مفيش حاجه ما خدتوهاش، سواء خدتها في الليب سواء خدتها في الاندوكراين. انتوا مش معنى حاجه اسمها هيموكروماتوزيس؟ ايه الهيموكروماتوزيس؟ ايرون. في مرضى مين اللي بيجي له هيموكروماتوزيس ده؟ ممكن تبقى هيرديتال ميلي تمثل حوالي نسبه عاليه يا شباب، حوالي نص في المية من المرضى، نسبه مش هينه، نص في المية عندهم الهيموكروماتوزيس حاجه وراثيه. ايه فكرتها ايه بمنتهى البساطه؟ كل انسان مننا الحمد لله عنده نظام تحكم في امتصاص الحديد، لانه خطر حديد معدن خطر شرس، احنا سميناه المجرم ايام ما كنا بنبدا المحاضره، مش مسموح له يعدي اكثر من 10% تقريبا على قد المطلوب. بيطلع هم نفس الكميه، 1 جرام يمتص و1 جرام سوري 1 مللي جرام يمتص و1 مللي جرام يوم، صح ولا مش صح؟ ده في كل يوم. طيب عشان كده مين اللي بيتحكم فيه؟ في لانه ملوش نظام اخراج، حديد ملوش نظام اخراج، فالتحكم فيه فين؟ في الديودينال، صح ولا مش صح؟ في ترانسبورتر اللي هو الدايفيلنت ميتاليك ترانسبورتر، مش كده يا ولاد ولا ايه؟ طيب انا عندي بقى الناس دي اللي عندها مشكله في هذا الترانسبورتر يحصل ايه؟ زياده في الامتصاص. طب زاد يترسب في كل حته في الجسم، بما فيها مين؟ البنكرياس. لو ترسب في البنكرياس يعمل دامج ما يطلعش الانسولين، لو ترسب في الهارت يعمل ايه يا ولاد؟ هارت فيلير، لو ترسب في السكن يديني اللون ده. يبقى انا استفدت من كده، هذا المدخل بتاع السؤال، ايه الصوره دي؟ والله برونز، دي مريض برونز. ما اعرفش، طيب ايه العلاقه مع الاندوكرين اللي عندك؟ والله عندي علاقه بمرض السكر. ممكن ينشا من زياده ديبوزيشن بتاع المعادن ولا سيما الحديد بترسب في ايه؟ في البورجن في البنكرياس. واضح يا ولاد السؤال؟ واضح. نيجي الصوره ديت انتوا شايفينها هنا ايه ديت؟ خالص. السؤال بقى الارثة دي تجمع مين مع المريض اللي مر عليك؟ مريض السكر. طب لماذا؟ ايه الكوز السؤال بقى؟ ما هي اسباب ديفلوبمنت في ارثة في مرضى السكر؟ نوروباثي. حد يقول لي انا عايز ثلاث اسباب على الاقل. نيوروباثي. طب ايه علاقه النيوروباثي بالالسر؟ ما احنا يدي الجروح ما ياثر، فهو معرض لتروم بيخبط في حاجه، صح؟ نمره اثنين ديكريس. ليه في ديكريس في الاميونيتي؟ جلوكوز يعني في زياده الجلوكوز وتغيير في البي اتش دايما من الاسيدوزس، صح؟ الحاجتين الخلايا المدافعه اللي هي النيتروفيل والوايت بي سيز ما تشتغلش في هذه البيت، يحصل فيها ضعف. نمره ثلاثه زياده الجلوكوز ده نيوترنت للايه؟ للاورجانيزم. يبقى انا عندي ثلاث اسباب ليه يا اولاد لحدوث الالسر. في سبب رابع اللي هو الاسكيميا، صح؟ السؤال بقى لماذا يا ابني مريض السكر بيجي له اسكيميا؟ ليه؟ لانه عنده ديسليبيديميا، عنده زياده في الدهون بتاعه الدم فبتترسب في الشرايين فبتعمل اسيروسكلوروس. برافو عليك، ادى الثلاث اسئله اللي في الحته دي. الحاجه العمليه اللي بقى ممكن تعملها لو انا بمتحنك اقول لك قوم شوف لي الشرايين بتاعه الايه؟ بتاعه الفول. قوم شوف لي الشرايين بتاعه، طبعا الشرايين بتاعه الفول مش عارف واحد ممكن يجي هنا كده ثانيه واحده. واحده الكرسي ده بعدين. عشان نعملها بقى بالمره ونخلص كل حاجه. طب الحاجات الثانيه ما فيش فيها عمل، الصور بس. هيكمل. بالنسبه للمريض يا اولاد اللي الشرايين بتاعت الفوت انا فكرت لكم في بتاع السنه الاولى، انا عندي شريانين دورسالس بيدس ارتري في ظهر الفوت والبوستيريور تيبيال ارتري في اللاتر. ازاي هنشوفهم؟ هفكركم بس بتاعت السنه الاولى. كل حاجه لها علامه، تندون وعظمه. تندون وعظمه بدور فين؟ الميثود الصح بدور بالتبس بتاعت الفينجر بتاعت بالتبس، ما بعملش كده. بدور في اي مكان؟ لا، في مكان معين ما بين تنتم وما بين عظم. عندي لاند مارك. طب هنعمل كده عملي كده؟ تخلع الشنطه. لا برضه بلاش. بص يا شباب. اعمل صبعك كده اهو. صبعي الكبير بيعمل لي ما بيعمله كده، يعمل له فليكشن ورا كده يظهر لي تندم. صح ولا مش صح؟ هو ده العلامه بتاعتي عشان اجيب الدورسالس بيدس ارت. طب ادور فين؟ انا عندي مسافه كبيره اهو، من هنا ولا هنا ولا هنا؟ لا في النص، في النص بالظبط.
لاترال التندون ده اسمه اكستنسور هالوسس لونجس. لو سالت عليه ممكن واحد يسالك عليه بتاع مثلا جراحه ولا حاجه, كنت بتاع جراحه امتحانكم المحطه ده على فكره, فدايما يسال عن تندون, بيسال عن ارتر, يسال عن حاجه. يبقى الشرايين ده اسمه, ما تقول ما خدتوش ازاي ما خدتوش, ما مهاره انت خدتها. يبقى هنا الشريان ده اسمه يا اولاد دورسالس بيدس ارتر, ده اسم الشريان. طب التندون ده اسمه ايه؟ اكستنسور هالوسس لونجس. هذا التندون. طب انت بتدور فين يا حبيبي؟ بدور لاترال ليه. بتدور ازاي التكنيك؟ بدور بالتيبس بتاعت الفينجر اهي, بعمل ازاي؟ بدور في الحته دي. على فكره بحط ايدي بجيبه على طول اهو, انا كده حطيت ايدي على حاسس ان انا ماسك الشريان اهو. طيب البريشر اللي بضعه جامد ولا يعني لايت؟ لا ميد واي, زي اي شريان, زي الشريان اللي كنا بنشوفها. مش كنا بنعمل نفس الطريقه برضو؟ ده له طريقه يا اولاد. الشريان عظمه وتندون, ما بينهم في ترعه كده في حته طريه كده, بدور فيها بالتيبس. محدش يعمل كده. لو بتعمل كده معناها ان انت مش فاهم حاجه خالص, جاهل. دي مش ازاي, لازم بالتيبس لانها مور سينستيك ومور اكيوريت. انا بدور على حاجه, ده بدور على حاجه بتنبض كده, حبل صغير كده الشريان بنبض. هجيبه ازاي؟ طيب احط ايدي كده, انت معلق عليه معرش عليه, مش هتعرف تجيب. لازم ادي التندون برده هنا, التندون ادي عظمه ريتيس, وادي التندون بتاع العضلات اللي هنا بتاعت الفليكس, ودور هناك. ده الطريقه الصح. ما تلاقي انا يعني كراجل ممتحن وابص للطالب بيعمل طريقه صح, حتى لو ما جابوش مش مهم, بس ماشي صح. طالما ماشي صح هتوصل, هتجيب الحاجه. لما واحد بيعمل لي كده, بيعمل لي كده, او واحد يدور لي هنا مش فاهم, او واحد يجي يدور هنا مثلا بعد يدور لي هنا, بقول هات الدورسالس بيدس دور لي هنا, يا ابني مش مكانه ده. فهمت يا اولاد؟ فدايما في السكيلز اهم حاجه فيها التكنيك, الطريقه الصح المبنيه على علم, بعمل ايه وليه. فهنا هذا الدورسالس بيدس ارتر, اعمل ثاني يا احمد اهو, هذا التندون اهو واضح جدا, بخلي المريض يعمل فليكشن, هذا التندون واضح. بدور في الحته الميد واي اهي, لاترال ليه على طول. دي مش لو حط لو ماشي صح معاك الخريطه توصل. هذا الشريان تحت ده, طيب هذا واحد. ودايما في التسال في مرضى السكر يقول لك ليه بتبدا بفحص القلب؟ ليه يا اولاد؟ للخطوره, لانه يعني اغلب الاسكيميا والامبيوتيشن بيجي فين؟ في اللور ليم. فانا عشان ما انساش ممكن اتشغل افحص الابر ليم واشوف الضغط بتاعه والحاجات دي كلها, واتشغل بايه؟ وانسى موضوع اللور ليم اللي هو اهم حاجه. فدايما في مرضى السكر, وخاصه لما يجيب لك صوره زي دي, يروح على طول يقول لك طب خش لي شوف لي الارترز المهمه هنا اللي هي تمنع الحاجه دي, عشان تطمن ان الكرحه دي مش هتيجي. تطمن تعرف ان الكرحه دي مش هتيجي عند المريض ازاي؟ ان الشريان دي بتنبض يا اولاد. لو ما بتنبضش المريض لايبل جدا يجي له الكرحه ديت, ويجي له ايه الجنجرين, ويجي له المشاكل كلها. فعشان كده بقول لك مهمه جدا, ادي اهميه الشريان دي بتنبض, دي نعمه من ربنا ان هي بتنبض. لما ما فيش نبض معناها مقفوله, خلاص المريض ده هيخش في ايه؟ هيكون بقى في نفس الوقت تحط ايدك على رجله تلاقيها ايه بارده, عشان تشوف الحراره بتاعتها. طب مش الحراره كده كده, ممكن تشوف كده, دي مور اكيوريت, ممكن تشوفها كده بقى, يتقارن الرجل اليمين بالشمال. وبعدين هيكون في نفس الوقت ممكن يقول ما يشعرش برجله المريض. واضح يا اولاد؟ الحاجات مع بعضها. وبعدين اشوف النبض, ما فيش نبض يعني اذا حراره منخفضه, يعني ما فيش حراره, ما فيش بلاد. نمره اثنين ايه كمان؟ ما يشعرش بيها. خلاص؟ الحاجات دي كلها مع بعضها, وفي قرحه يبقى في مشكله عند المريض. طيب اجي اشوف الشريان الثاني, عشان ارفع شويه. بشوف ازاي يا اولاد الشريان اللي هو البوستيريور تيبيا, وهما الاثنين دول فرع من الشريان, مش كده يا اولاد؟ طيب هذا عندي الميديال ماليولس, ميديال ماليولس عندي كل حاجه لها علامه. بنزل 1 سم تحت عندي بهايند, يعني انا مثلا تحت بمشي كده, دي تحت اهو بيلو, وبهايند كده وباتجاه كده ثاني دكتور اهو 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر بيلو عندي بهايند. خلاص بيلو يعني انا اهو قادر, خلينا اكل اهو بنش بيلو, بس بهاي اللي كده يبقى انا مكاني ادور في الحته دي. طالما انت ماشي صح وبتدور صح, ما يصحش مثلا واحد يروح يدور لي كده في الهيل. يبقى انت يا عم بتعمل ايه؟ احنا نقول لك 1 سم ده كده, انت شوف 5 سم او 7 سم خطا. ما يصحش واحد يدور لي هنا على البصير تيبي او يروح يدور لي هنا, يبقى مش فاهم. لو قلت لك هذا الميديال مانيولس 1 سم تحت عندي بهاي, خلاص انا بدور في الحته دي. حتى لو ما لقيتوش الطريقه, يبقى انت ماشي صح. انا بدور كده, بقول بتعمل ايه يا ابني؟ والله يا دكتور مش واجد, مش واجد, انا كده ما حاسس الشغل. خلاص يا اولاد, دي اهم حاجه في مرضى السكر, الفوت اكزامينشن مهم جدا جدا. طيب دي اللي خلانا ايه ان احنا نستدرج ونروح لموضوع الايه. نرجع تاني ليه يا شباب؟ ده سكن انفكشن برضه نفس السؤال.
ايه علاقه الانفكسيا بمريض السكر؟ احنا قلنا عنده ضعف في المناعه وعنده زياده في الجلوكوز، زياده الجلوكوز ده حاجه مغذيه للميكروبات، فعنده حاجتين. المناعه ضعيفه ليه؟ لان الانفايرمنت مش طبيعيه، فيها زياده في السكر، تغير في البي اتش وحاجات اخرى، حاجات اخرى. طيب وكمان في جلوكوز زياده عن اللازم، وهذا الجلوكوز يغذي كل الميكروبات. عشان كده مرضى السكر الاولاد ممكن تعرفهم ايه؟ بريبيتد انفكشن. مريض السكر ممكن يجي لك يقول لك يا دكتور كل شويه يجي لي التهابات في بتاع من غير حل ولا حاجه، كل شويه، او مثلا فاجينا الانفكشن او وهكذا. واضح يا حبايبي؟ دي برضه نفس الكلام، انفكشن هابس اهو في مرضى السكر. دي برضه انفكشن ستافيلوكوكال انفكشن في السكين. دي برضه بارونيكا انفكشن برضه في النيل. دي اشكال مختلفه من الانفكشن في مريض السكر. دي فانجس انفكشن، فانجس انفكشن في مريض السكر. دي بقى حاجة يا أولاد، وأنت بتفحص رجلين المريض هتجد فيه الحاجة دي، العلامة دي، مرض جلدي في مريض السكر. إيه هو اسمه إيه؟ اسمه نكروبيوزيس ليبوتيكا ديبيتيكور. الاسم لاتيني، نكروبيوزيس يعني فيه نكروز، ليبوتيكا يعني فيه ليبل، ديبيتيكورم يعني التي تخص مريض السكر. اسم لاتيني. هو عبارة عن إيه بمنتهى البساطة؟ خلينا أوضح. عبارة عن المريض، أنتوا ملاحظين يا أولاد، وصف الليجن ده. أولاً هو في التيبيا على الشن بتاعت التيبيا. نمرة واحد. نمرة اثنين، الجلد بيلمع صح؟ جليسرين. معناها طالما الجلد يلمع عند المريض يا اولاد تعلموها دي، تبقى في اطرف. المفروض الجلد ما يلمعش، الجلد اصلا كله تضاريس. كله ايه؟ تضاريس. سبحان الله، انت لو جبت عدسه وحطيتها على الجلد هتلاقيها تضاريس كده، خطوط بالعرض وخطوط بطول، حاجات يعني دنيا ثانيه خالص، غير ما احنا فاهمين ان هو ناعم كده. فكون ان هو ينعم كده معناها حصل في ايه؟ حصل في اطرف. اللون يميل الى الاصفرار، معناها ان في فرق. يبقى وصف هذا الليجن هو نيكروبيوزي. قول الاسم بس، لو قلت الاسم يتبسط منك الدكتور، لانه مثلا المفروض طالب الكلينيكال اللي يعرفها بالتفاصيل. انت لو عرفت الاسم بس كويس، دي مرض جلدي ياتي في، مش في كل مرضى السكر، في بعض مرضى السكر اللي هو الادفانسد ديسيز، عباره عن ترسيب الدهون تحت الجلد. الدهون عند مريض السكر زايده فبتترسب تحت الجلد مع الاتروفي. هذا المرض سببه يا ولاد هو اوتو ميون. ايه الدليل؟ بيتعالج بالكورتيكوستيرويد، علاجه كريم بس كورتيكوستيرويد. نيكروبيوزيس ليبوديكا ديبيتيكا. خلاص يا اولاد؟ طيب اعتقد مش هكمل معاك اكتر من كده من ناحيه هذا الصوره. السر نعم، السر ممكن يحصل فرق، ما عشان الاتروفي يعمل السر، يبقى السر واتروفي وليبل ديبوزيشن، ثلاث حاجات في هذا المرض. طيب نفس الكلام. طيب ليه ايه يا اولاد؟ اتروفي 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 تلاقيه عامل زي المطر. الاتروفي يا ولاد عندنا نوعين، انتوا خدتوها في سنه اولى، اما ضمور في الابيدرمس او ضمور في الدرمس. اعرفهم ازاي الفرق ما بينهم؟ ابص على الليجن، لو لقيت الحته ديت لون الجلد يبقى في السب درمس. لكن لو جت الجلد مختلف، لونه مختلف، زي ما احنا شفنا في الاستريه بتاعت الكورتيزون لونه اختلف، لكن نفس اللون، معناها ايه اللي حصل؟ ان اللي تحت الجلد هو اللي حصل فيه ضمور، الجلد بس نزل كده. لما لو الجلد هو نفسه اتروفي واصبح زي المرايه يديني صوره اللي تحت يبقى احمر، لون مختلف. خلاص؟ على اي حال المريض السكر، طيب ايه علاقه دي بمريض السكر؟ والله ديت يا سيدي كانت متعلقه بالانسولين القديم، الانيمال انسولين بتاع زمان، ما عادش موجود غالبا. تقريبا 99% من المرضى الا المرضى المصرين هم الناس الكبار اللي قدام، يقول لك لا متعود على الانسولين ده خلاص. اغلب الانسولين ده هو هيومن انسولين وليس انيمال انسولين. الهيومن انسولين غالبا ما بيعملش هذا الرياكشن. يبقى اذا ما هو يا ابني دوت ده عباره عن رياكشن من الانسولين الحيواني، يعتبر انتيجن، فبيحصل فيه انتيجن انتي بودي رياكشن، فبيعمل اتروفي في الحته دي. هذا كل اللي انت تقوله. طيب امال اللي تحتها دي ايه يا حبيبي؟ ده هايبر اتروفي. طب هايبر اتروفي ليه؟ من الانسولين الادامي. ليه الانسولين الادامي؟ لان انا المريض بيحصل الانسولين في مكان واحد. طب امال ايه الصح؟ او يحل المشكله دي ازاي؟ يعمل روتيشن الانسولين. روتيشن ازاي؟ يعني غير الاماكن الحقن. وبالمناسبه بقى هيسالك، ممكن تسال سؤال، طب ايه اماكن احسن مكان لحقن الانسولين؟ الابدومن. ليه؟ لانه اعلى ابزوربشن وبعيد عن الديستربنس. بعد عن الديستربنس ازاي؟ هنا ممكن اتحرك كده، الرجلين ممكن تتحرك، الابدومن ما بتحركش، لانه الماسكولار اكسرسايز ممكن ياثر على الابزوربشن بتاع الدواء، لانه بيزود البلاد فلو. فهمت يا ولاد الكلام؟ طيب يسالك سؤال بقى، لو الدكتور يعني يزود شويه يقول لك مثلا، طيب تنصح بايه مرضى السكر؟ يثبت المكان ولا يغير؟ لا يثبت المكان، بس يعمل روتيشن في نفس المكان. يعني ما يصحش مثلا اعطيك حقنه الصبح الان بي اتش مثلا، اعطيها لك هنا
النهارده وبكره اعطيها لك هنا وبعده لا ما ينفعش. هتلخبط الديستربنس. لا 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 ابزوربشن هنا لو ريت يا اولاد، لا ابزوربشن هنا لو ري، ولا ابزوربشن هنا لو ريت معين، فبيختلف الايفنت. انت سعادتك ثبت المكان، هذا المكان بتاع صباح، هذا المكان بتاع ظهر بس او بالليل، خلاص يبقى كده على طول مش هحكي. لما اغير لازم اتغير الجرعه، لانه الابزوربشن نسبه الابزوربشن اعلى حاجه في الابدومين، معناها لما بديك جرعه هتطلع بسرعه، هتخفض السكر بسرعه. لو انت عملت نفس الجرعه حكنتها هنا هتغير الكنترول بتاع السكر، وهنا نفس الكلام. خلاص؟ طيب. اللي عنده صرف الاخر يتفضل. هنا حاجات نيورولوجيكال مانيفستيشن لمرضى السكر. مرضى السكر يا اولاد برضه من ضمن المضاعفات بتاعتهم ان هو يحصل فيه حاجه اتروفي او يحصل فيه نيوروباثي. صح؟ نيوروباثي دي سببها اسكيميا. ايه سبب الاسكيميا؟ ديسليبيديميا. مظبوط اللي عند المريض، يبقى نفس الكلام. يعني رجلين المريض متعوجه ليه؟ لانه الاعصاب بتاعتها فيها مشكله، احنا قلنا فيها نيوروباثي. فممكن تجد مريض السكر يجي لك بحاله ادفانسد ان رجله ايه؟ فيها اعوجاج كده. ايه سبب هذا الاعوجاج؟ سبب الاعوجاج نيوروباثي. ما هو سبب النيوروباثي؟ اسكيميا اللي هو مايكرو انجيوباثي. خلاص ده السؤال اللي بيتكتب على هذه الصوره. طيب هنا نفس الكلام نيوروباثي بقى. بس طبعا دي جايبين طفل صغير، ده اسمه فيشيال بولس. برضه دي كومن في مرضى السكر. فيشيال بولس. والولاد الفيشيال بولس دي له اسباب كتير، لكن في مرضى السكر سبب برضه الاسكيميا. مريض السكر سبب لما هذا المرض اللي هو فيشيال بولس الشلل الوجهي ده له اسباب كتير من ضمنها البرد. اه ممكن من احد الاسباب بتاعتها، طبعا الطفل ده مش عنده سكر، ده عنده حاجه ثانيه. عنده انفكشن حتى، ممكن الانفكشن في الاذن الوسطى يمشي ويعمل نفس الحكايه دي في الاطفال. طيب. دي يا اولاد بقى دي حاجه اسمها زنسوما. ايه الزنسوما؟ والله ديبوزيشن اوف ليبت على سكين في الشكل اللي انتوا شايفينه ده، في شكل تيوبركلز كده، في شكل فابيولز كده شويه زي ما انتوا شايفين. ده موضوع ايه يا اولاد؟ ده اسمه ايه علاقته بالسكر؟ والله لان مرض السكر عنده ايه؟ ديسليبيديم او هايبرليبيديم. خلاص هذا اللي انت هتسال فيه، ما في اكتر من كده. ده هنا ايه؟ ده فانكس انفكشن اوف ذا تانج. والسؤال نفس الكلام، ايه سبب الانفكشن؟ احنا قلناه. كمان صوره هنا برضه فانكس انفكشن اوف ذا هاند. فانكس انفكشن احنا قلنا مريض السكر معرض لريبيتد انفكشن بسبب ضعف المناعه وبسبب عدم وسبب زياده السكر اللي هو يعتبر جود نيوتريشن لكل الميكروب. نفس الكلام في فانجس انفكشن. دي الريتن. السؤال بقى ما هو تاثير السكر على الريتن يا اولاد بتاعت المريض؟ بيحصل ايه؟ بيحصل ريتينوباس مش كده؟ ريتينوباس نوعيه، في منها بروليفراتيف وفي منها نان بروليفراتيف. كفايه كده عليكم، احنا لسه ما خدتوش انتوا الريتنا الاي اكزام، واحنا نوصل الدكاتره ما فيش التفاصيل بتاعت انت لسه ما درستهاش. فدي ايه يا اولاد هنا بقى؟ الصوره ديت، الصوره ديت كده اوضح شويه. دي اسمها ايه؟ اكانثوزيس نيجريكانس. طب ايه علاقتها بمرض السكر؟ لا المريض اللي عنده اكانثوزيس نيجريكانس بيكون عنده انسولين ريزيستنس. فبيجي له تايب 2 دايابيتس. هذا السؤال على طيب هل المريض ده ممكن يجي له امراض اندوكرين اخرى؟ نعم. في اسوشيتد اذر اندوكرين ديزيز. يبقى انت لما تجد هذا المريض يا اولاد شفت عنده ايه الجلد بتاعه ايه؟ بلاك. عشان كده سموها ايه؟ نيجريكانز. نيجرو. ها؟ اكانسوزيس اللي هي يعني فيها سبايكس كده. اهي زي ما انتم شايفين هذا الحبوب اهي. هتجد في مريض بعضكم يعني بعضكم ايه مثلا لقى في اسمرار عنده كده تحت الليبت وبتاع يقول لك انا عندي اكانسوزيس. لا. وخصائصها كالان انه يا اولاد زي الشوك خشنه جدا وبعدين ماسكه اماكن كثيره. شفتوا ماسكه فين؟ انا هنا اهوت وهنا وهنا يعني حاجات كثيره واضحه جدا ولونها واضح خالص صح؟ مش زي الاسمرار اللي بيجي لبعض الناس نتيجه للفانجس نتيجه للحساسيه. يعني الحساسيه المتكرره ممكن الالتهابات ديت الجلديه تعمل تسمار بعد كده من الاحتكاك. لا مش هي دي الاكنسوز. اكنسوزس زي ما انتم شايفين كده الجلد بيكون فيه بابيولز اهي حاجه فيه ليفورمس كده حاجه زي القطيفه كده طالعه بيكون سكن خشن رف وبكل سكن دارك فيري دارك. ده تشخيص اسمه اكنسوزيس نيجريكا. ايه علاقتها بمرض السكر؟ احد مسببات السكندري ديابيتس. طبعا ري بس موجوده يا اولاد. ما تلاقي مريض كده قول له والله الراجل مريض ده معرض يجي له سكر. بري ديابيت. وعلى فكره انا شفتها في الناس الاوبيس. موجوده في الناس الاوبيس، اصل هي انواع برضه. الاكنسوزيس دي انواع يا اولاد. في منها انواع فاميليال وفي منها يعني هيرديتري وفي منها مكتسب. طيب. ليه يا شباب دلوقتي الراجل عنده ايه؟ ديابيتيك فور. ايه اسباب الديابيتيك فور؟ احنا قلناها.
كام سنه بنقولهم كمان مره عشان نحفظه؟ نوروباثي اسكيميا ايه كمان؟ هايبرجلايسيميا صح انفكشن بس طيب خلاص انا فكرت كده الانفستور يبقى نلخص المحطه بتاعت الدايابيتس دي تبع الاندوكرين الصور تبقى مدخل للسؤال الحاجات اللي تعملها عمل الاتي اللي احنا قلناها فحص فحص القدم دي مهمه جدا نمره 2 برضو في حاجه بعض الدكاتره يسالك عن على من اتكوز ده عن البوتشنال هايبوتنج لماذا مثلا لو جالك مريض سكر قال لك يا دكتور لما باجي اقف كده بدوخ عينيا بالثانيه ورهاء بقول له والله احتمال انت مريض سكر نعم بقالك كام سنه يا دكتور يا حاج يقول له مثلا بقالك 15 سنه طب رجليك اخبارها ما بشعرش بيها دكتور الاسئله بتيجي ازاي ولا ما بشعرش بيها معناها ان عنده نيروباثي طالما عنده بريفرال نيروباثي يبقى ممكن يكون عنده حاجه اسمها ايه اوتونوميك نيروباثي طب الاوتونوميك ده بيضم السمباثيك ولا الباراسمباثيك الاثنين بس لو اثر على السمباثيك يعمل اللي هو اللي اعرفه ازاي ان عنده اوتونوميك نيروباثي يا اولاد عمل له قياس الضغط اتفضل عشان كده انت ممكن في محطه الدايابيتس تقيس الضغط للمريض واضح تقيس الضغط للمريض كيف تعرف ان عنده البوتشر الهايبوتنشن ده اللي هو بيدلني ان عنده اوتونوميك نيروباثي شفتوا جاي ازاي يا اولاد طبعا علامات الاوتونوميك نيروباثي عمال يقول لك انا عندي ديسبيبسيا ما بهضمش عندي دياريه او عندي امساك بطن متنفخ هذا معنى علامات اللي عنده ايه الهضم بتاعه تعبان دي علامات الاوتونوميك نيروباثي وعنده امبوتنس دي برضه علامات الاوتونوميك كل حاجات يشارك فيها الجهاز الاوتونوميك فيها مشكله يبقى عنده امبوتنس عنده ديسبيبسيا عنده كونستيبيشن او عنده دياريه الاثنين ممكن يكون عند هذا المريض وبعدين اقيس له بقى اشوف له البوتشر الهايبوتنشن كيف يتقاس البوتشر هو ضغط عادي بس بقيس له المريض وهو قاعد طبعا بعد ما يستريح 10 دقائق زي ما احنا عارفين وبقيس في الناحيه اللي هو ماشي عليها الضغط بتاع اليمين مثلا بقيس له زي ما انت عارفين طريقه الضغط طيب وبعدين بعد ما بقيس له بقول له اقف اتفضل يقف المريض 30 ثانيه يقف المريض يا اولاد بدي ايه؟ بدي فرصه للجهاز الالكترونيك يشتغل ازاي؟ ساعه ما بيقف المريض الدم بينزل تحت فالجهاز الاوتونوميك عن طريق الالفا 1 ريسبتورز اللي في الفينز يعملها ستيميليشن يعمل فينو كونستريكشن فينو يعمل فينو كونستريكشن يدفع الدم يا اولاد ايه؟ فوق فيجي الدم هنا فاما انا اقيس الضغط والمريض واقف يبقى الفرق بسيط ما يعديش 10 يعني مثلا 120 هو قاعد على 80 وقف بقى كام؟ 110 مثلا او 115 على مثلا 75 بس مقبوله جدا 10 درجات لو تعدى الفرق 20 درجه بقول عنده البوتشر الهيبوتاش مع السيمتوم بقول لك يا دكتور مع السيمتوم واضح يا اولاد ان هو بيجي له ديزنس او سكر اعتقد في حاجه عندكم ثاني في لازم تفهموها في التشيك ليست بتاعت الدايابيتس او النيورولوجيكال النيورولوجيكال ماشي عليكم بتاخدوها في ثالثه ان شاء الله النيورولوجيكال والاي مش غير مطلوب نيورولوجيكال والاي غير مطلوب لانك هتاخدها بالتفصيل ان شاء الله في ثالثه ابر لينك كبر لا ابر لينك لا برضه مش عليكم الحكايه ولا الريتنا ولا الكلام ده الكاروتيد ارتريز مهمه الكاروتيد ارتريز الشرايين مهمه احنا قلنا الشرايين في مرض السكر كلها مهمه الشرايين اللي تحت والشرايين اللي فوق طب ليه الشرايين اللي تحت عرفنا ليه الشرايين اللي فوق لان برضه الناس دي بيجي لهم ستروكس بيجي لهم جلطات بمرضى السكر فعشان كده لازم تطمن على الشريان اللي بيغذي المخ انه ما فيش فيه اثر اسكلروز اعرف هذا فكركم برضه فكره ثانيه فكركم ثاني بالكاردو دارترز اولا نمره واحد ما عملش الشريان في نفس الوقت صح؟ عشان ما يقفلش الدم اللي رايح للمخ بعمل واحد وانا والله عندي طريقتين طريقه الصم وطريقه ممكن الصبع العادي حتى ممكن اجي من ورا يعني لها طرق كتير يا اولاد اوريكم طريقه الصم اولا المريض كده واقف عند العلامات بتاعتي والله هذا اي عظمه احنا قلنا في السنه الاولى فاكرين اول كوبري وبعدين ثاني كوبري بخش يمين او شمال طب اشمعنى انا هنا شريان وهنا شريان طيب هذا كوبري الكوبري الثاني بخش كده بعمل ايه؟ باكورد بالصم على طول هتجد الشريان دي طريقه ثانيه ممكن اجي من ورا كده بس بعمل ريلاكسيشن شويه عشان الاستبلو مصيته بريلاكس باجي كده بدفع كده نحسه برضه واضح جدا واضح يا شباب؟ ما يصحش اعمل الاثنين في نفس الوقت. انت بتعمل ايه كده الكاروتيد ارتر؟ ليه بتعمل الكاروتيد ارتر؟ عشان اطمن عليها ان هي شغاله تدي المخ دم لان ممكن مرضى يجي له ديزنس يجي له مشاكل يكون سببها من اللي هو الفيليب لاك في الكاروتيد ارتر. واضح يا اولاد؟ طيب ايه تاني عندكم يا اولاد؟ مش عايزين نخلي حاجه لوك فور اكنسوز نجري كان شفناه. سكان سيلز اوف انفكشن بالبيت الهيباتوميجالي. انت خدت الابدومن اكزامينشن؟ لا خلاص.
مش على ايه حتى في بلاد زيد في عسبين والليبر. لا صح، لا هات شرحت لكم الدكتور شرحها. لا خلاص انا اللي بده مجل لها طريقه ولها نظام، فحرام ان احنا ايه هتاخدها في سنه ثالثه ان شاء الله. الليمف نود تيجي، ممكن تيجي هنا او ممكن تيجي مع البلاد. الدكتور ممكن مش يعني طالما موجوده في التشيك ليست ممكن يسالها اول صفحه، الا الحاجات اللي احنا نقول له عليها بلاش منها، بلاش اللي بده مجل، بلاش الاي، بلاش ايه كمان، بلاش الابر ليفل، الحاجات دي لسه هياخدوها في سنه بعد كده. هو صح دكتور بابي، اخر ثلاث اخر بتاعي التصفه كبيره بين الاثنين والقديمه. طيب القديمه صح، دي مهم. طيب بص يا سيدي، انت فكرني اوريكم التست بتاع القديم، انتوا هتعرفوه بس ناكد عليكم. يبقى الطريقه صح. ايه فكره القديمه؟ والله عندي سولت اند ووتر ريتينشن، عندي ملح زايد في الدم. الملح تعرفين ديفيوز بيطلع بيسيب الكابيلاريز وروح في ايه في الاكسترا كابيلاري الاكسترا باسكولار. الملح ياخد معاه الميه، دايما الملح يتبعه الميه قاعده كده في الطب. طب الملح جه في السبكوتينس تيشو بيجي اساسا فوق ولا تحت؟ والله غالبا يجي تحت عشان الجرافت. ايوه لكن ايه اللي افرض انت ما تبقاش يعني راجل يعني ريجن، ممكن يجي في العينين ناعم. لو امتى؟ في المريض اللي نايم. ممكن يجي في السكرم هنا ناعم في المريض اللي نايم. يبقى لو عندي مريض مكعب نايم ما دورش في رجلي قوي، دور في الحاجات الموست ديبندنت. خلاص يا اولاد دي حته جانبيه. نيجي بقى اللي اكتر مكان هتجد فيه القديمه اللي هي بتاعت اللي هي اللور، وريني كده ارفع ايدك ده. اولا حوالي 5 سم من الميديال مانيو الاصبع، كل حاجه لها قواعد يا اولاد. 5 سم من الميديال مانيو. نمره 2 باجي بالصم، بعضكم يعمل لي بالصبع ده، مش هنقول لك يعني غلط، ولكن انت في امثل، في حاجه ادق يا اخي، في حاجه ناس علمونا حاجه ده. لازم امشي زي اللي قالوا عليه. نمره 2 بالتب بتاعت الصم، يبقى 5 سم من هنا واجي في التب. نمره 3 على الشن، على العظمه نفسها، ما تجيش في حته طريه في مش هتظهر، ما تجيش في العضلات سوفت تيشو ما ينفعش، لازم يكون تحت عظمه. يبقى 5 سم كده على الشن كده بعمل ازاي؟ بدلني كام؟ 30 سنه. واحد يعملها 5 ثواني وظهرت، يا اخي استنى انت بتتعلم لازم تمشي صح. بدلني 30 سنه تقريبا. بعد 30 ثانية ببص بالنظر أنا في حاجة ديب كده نزلت. نمرة 2 بالبلبيشن أعمل كده ألاقي فيه مطب، يبقى التست هذا بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده، ليه يا حبيبي أنت بتشوف إيه علاقة الإيديما ده بمرض السكر؟ أمال إيه يا دكتور؟ مع مرض السكر بيعمل إيه؟ نفروباسي. النفروباسي بيعمل حاجة اسمها إيه؟ بروتينوريا. بروتينوريا يعني البروتين يحكى فين؟ بالبول. يبقى أقل منين؟ بالدم، يعني قوة شفط الدم. خلاص؟ الاوزموتيك بريشر بتاعت الدم كل، فالميه سابت الدم وراحت في السبكت. دي نمره 1. نمره 2 مرض السكر يؤثر على الكلى، فبيعمل اي مرض يؤثر على الكلى يا ولاد بيعمل سولت اند ووتر. هذا اجابه هذا السؤال. خلاص واضح يا شباب؟ اقول الاجابات ثاني ولا خلاص؟ يبقى القديمه التست بتاعها وايه سببها او ايه علاقتها بمرض السكر؟ والله علاقتها بمرض السكر ان السكر بيأثر على الكلى. خلاص كفايه. قول له احنا لو سالك في الديتيلز قول له ما خدناش لسه الرينال سيستم. بس انا عارف ان السكر بيعمل نفروباس وبيعمل بروتينوريا. خلاص تكفي جدا اللي جاي. في حاجه احمد تاني؟ الكابيلاري الثاني يا اولاد اللي هو بنجيب سلايد، انتوا خدتها في سنه اولى، بنجيب قطع زجاج كده اللي هي سلايد شفاف عارفينها انتوا طبعا، وباجي اضغط كده عندك كده، بضغط على الحاجه هي بتظهر لي اللي تحت، برفع السلايد بسرعه بشوف سرعه رجوع الدم، اشوف سرعه رجوع الدم. اسم الاختبار هذا ايش دكتور؟ نعم اسم الاختبار ايش؟ كابيلاري ريتيرن اللي هو ايه؟ او كابيلاري ريفيلنج. ريفيلنج ان انا بضغط عليها كده فضيت الكابيلاري، رفعت المفروض تملى بسرعه، تاخيرها معناها ان في مشكله في الايه؟ في الفاسكوليتشر او في الاماكن. نعم هنا في الصف هنا في المكان ده احسن مكان لانه مكان صوف وواضح وكبير وما الى ان كان. في حاجه ثانيه يا احمد؟ فيشن. هي حد عنده اولاد اي سؤال في الحاجه دي؟ السيارات خليها بكره. لا بكره ما مره ثانيه. واضح الكلام يا شباب؟ يلا السلام عليكم. نعم. انا قلنا كده الناس في الوقت سؤال. ما خدتوش لكده الناس. يعني حرام نسالك في حاجه لسه ما خدتهاش، اقول لك الفيشيا ده بتتزمن ازاي ولا كل نيرف له طريقه؟ حرام ان احنا نسالك. هذا دكتور. نعم. هذه محطه السكر. بس. السكر مع الاندوكراين. زي ما انت شفت يعني فيها فيكس. يعني شرحت لها محطه سكر. طيب يا عم. لا السكر بس. يعني خليك كل امتحان. بس رحت
خلاص. حاطم بتويتر علامة.